اهلا بيكم، معذرة ان انا بقالي فترة ما اتكلمتش معاكم عشان كنت تعبان. دعواتكم ليا بالشفاء يعني. والنهاردة حبيت ارجع اكلمكم عن حاجة مهمة. لو حد بياخد دواء ضغط، معلومة سريعة كده، وبيلاقي رجله بتورم، في كحة ظهرت عليه، في اي اعراض ظهرت عليه، لازم يراجع الدكتور. الحاجة مش خطيرة ولا حاجة. في بعض الادوية من ادوية الضغط زي الأدوية اللي معروفة اسمها الاس انهيبيتور أو مجموعة معينة، ممكن تعمل كحة شديدة في بعض الناس، ودي سهلة خالص ولا حاجة، هنقدر نوقف الدواء بس ونغير الدواء ونرجع للدكتور. طب في أدوية تانية بتورم الرجل، طبعا أنا معلش معذرة مش هكتب، مش هقول أسماء أدوية عشان ما نقعدش نلخبط، لأن اللي مش مورمة رجله ده كويس ما فيش مشكلة، لكن اللي لقى بعد الدواء إنه بيورم رجله ما يقعدش يلف ويدور ويقعد يقول الدكتور اداني دواء موتني، الدكتور اداني دواء تعبني. لا خالص، انت تراجع طبيبك وتقول له يا دكتور انا رجليا ورمت، بس يكون متخصص، لان في بعض الناس بتبقى مش عارفه القصص دي. ف ولا حاجه خالص، هيوقف لك الدواء. الكحه ممكن تستمر اسبوع اتنين شهر مثلا وبتروح بتختفي، لان في ماده اسمها برادكاينين بتزيد، ودي بتعمل الكحه عند المرضى دول. وفي الورم اللي بيبقى في الرجل ده هيخف وهيبقى كويس خالص، مفيش مشكله. هي مش حاجه مرضيه ولا حاجه اعراض، لا ده هي بس اعراض جانبيه للدواء، وبتيجي في بعض الناس وبعض الفئات. يعني في ناس بتجيلهم، في شعوب بتيجي ليهم، في ناس ما بيجيلهمش وبياخد الدواء، وهي ادويه كويسه جدا ومحترمه جدا. بس دي معلومه سريعه حبيت اقولها لكم علشان نقدر نعرف الصح فين ونتابع، وما تقلقوش خالص، المواضيع بسيطه، بس لازم نراجع الدكتور ونثق في الدكتور اللي احنا بنتعالج معاه. شكرا ليكم، تحياتي لكم جميعا.